أهلا بكم. تحدث العديد من الظواهر الطبيعية المدهشة على كوكب الأرض، والتي يرتبط بعضها بموقع أو مكان معين، وبعضها الآخر نادر الحدوث، إلا أنها تشترك جميعا في صفة واحدة، وهي أنها مدهشة للغاية. وفي الغالب يصعب على العقل تفسير كيفية حدوث تلك الظواهر أو أسباب حدوثها، وكثيرا ما عجز العلماء عن تفسير تلك الظواهر الطبيعية الغريبة، وأحيانا يفسر العلماء حدوثها بتفسيرات غير منطقية. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض معكم بعض أغرب الظواهر الطبيعية في العالم، والتي كانت وما زالت مثار جدل وحيرة بين العلماء. ابقوا معنا. ظاهرة براينكل. ظاهرة غريبة تعرف بعمود الثلج أو ظاهرة براينكل، تحدث عند تدفق المياه المالحة شديدة البرودة إلى مياه المحيط الأقل برودة، مكونة أعمدة ثلجية جميلة المنظر. وقد تم اكتشاف تلك الظاهرة في أواخر الستينيات، وتم تصويرها في عام 2011 في الفيلم الوثائقي الكواكب المتجمدة. وتتكون تلك الأعمدة الثلجية الجميلة من أشكال تشبه الكريستال، وهي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا للحفاظ على تماسكها وثباتها. وتوجد الأعمدة المتجمدة أيضا في الكهوف الجليدية، وتمثل تلك الظاهرة خطورة كبيرة على حياة الكائنات البحرية. العاصفة الخالدة. عاصفة رعدية تعرف بالعاصفة الرعدية الخالدة، تحدث منذ القرن السادس عشر وحتى الآن في فنزويلا، عند مصب نهر كاتاتومبو في بحيرة ماراكويبو، وتحدث بمعدل 120 إلى 140 يوما في العام، وتشهد المنطقة قرابة المليون فولت من التفريغ الكهربائي سنويا بشدة تصل إلى 400 ألف أمبير. وتعتبر تلك هي أكبر مظلة رعدية وأهم منتج للأوزون في العالم نتيجة للتفريغ الكهربائي. وتحدث تلك الظاهرة عندما تهب الرياح فوق بحيرة ماراكويبو قادمة من جبال الإنديز. تلك الرياح تحمل من الحرارة والرطوبة ما يشكل وسطا مثاليا لحدوث ذلك البرق المرعب الذي حدث نتيجة التفريغ الكهربائي بفعل غاز الميثان الناتج من التحلل العضوي في المستنقعات. وبما أن الميثان أخف من الهواء فيقوم برفع السحب إلى أعلى مكونا مزيدا من السحب. الصخور المتحركة. يعتبر وادي الموت في كاليفورنيا موطنا لأغرب الظواهر الطبيعية في العالم، حيث تتحرك صخور ضخمة يتعدى وزنها 300 كيلوغرام مسافات كبيرة على بحيرة بلايا الجافة تصل لمئات الكيلومترات، تاركة خلفها آثار حركتها على الرمال. وقد حيرت تلك الظاهرة العلماء لعقود طويلة من الزمن، ومما صعب الأمر على العلماء أنهم لم يروا تحرك الصخور بأعينهم. وفي إحدى التجارب حاول العلماء مراقبة الصخور لفترة طويلة لكي يشاهدوا حركتها، ولكن دون فائدة، ووصفها العلماء بالتجربة الأكثر مللا في التاريخ. وأخيرا وفي عام 2013 اكتشف العلماء وجود نسبة قليلة من المياه في البحيرة الجافة، وبالتالي استنتجوا أنه خلال ساعات الليل وعندما تنخفض الحرارة دون الصفر تتجمد المياه وتكون طبقة رقيقة من الجليد، وبفعل الرياح تنزلق الأحجار. وربما يكون هذا التفسير مقبولا بعض الشيء. الثقب الأزرق الكبير. جزيرة مرجانية كبيرة تقع في جمهورية هندوراس البريطانية سابقا، ويعتبر ذلك الثقب الأزرق الكبير من أروع أماكن الغطس في العالم على الإطلاق. وهو عبارة عن دائرة قطرها 305 أمتار بعمق يصل إلى 124 مترا، ويتميز بوجود كهوف غامضة وشعاب مرجانية خلابة. الثقب الأزرق هو في الواقع لوحة فنية طبيعية متمثلة في جزيرة على شكل دائرة وشواطئ مرجانية ومياه شديدة الروعة. فسبحان الله العظيم الذي أبدع وصنع تلك التحفة الفنية الرائعة. شلال تحت الماء. في جزيرة موريشيوس تحديدا في شبه جزيرة لومورون برايانت يمكنك مشاهدة منظر خاطف للقلوب، وهو شلال عظيم ولكنه تحت الماء. هذا المنظر الخلاب في الواقع ما هو إلا خداع بصري، ولا أحد يمكنه اكتشاف تلك الخدعة البصرية إلا بالنظر من طائرة محلقة فوق المكان. والسبب الحقيقي وراء تلك الظاهرة الغريبة هو العوامل الطبيعية،
كتحرك الطمي والكثبان الرملية تحت المياه، بالإضافة إلى التقاء المياه الضحلة والمياه الزرقاء في مكان تحرك الرمال، فيتكون ذلك المنظر الرائع. يوكاليبتس قوس قزح. يوكاليبتس قوس قزح، أو ما يعرف بشجرة قوس قزح الصمغية، هي واحدة من أروع وأجمل الأشجار في العالم. فتلك الأشجار فريدة من نوعها، ليس لألوانها الجذابة والغريبة فقط، ولكن أيضا لزيوتها الطبيعية التي تشبه زيت الكافور. وسر تسميتها بشجرة قوس قزح يرجع إلى لحائها الفريد الذي يتميز بأنه متعدد الألوان، وهي ألوان زاهية تبدو وكأنها مرسومة على الجذع بطريقة متوازية. وتعتبر تلك الشجرة هي أسرع النباتات نموا في العالم، حيث تتحول من شتلة صغيرة إلى شجرة ضخمة خلال عام واحد فقط. وهي شجرة دائمة الخضرة، لها رائحة زكية جدا، وموطنها الأصلي أستراليا، ولكن تتم زراعتها أيضا في نصف الكرة الشمالي. أشجار العنكبوت. من المعروف أن العناكب تسكن الأماكن المهجورة، وأشكال بيوتها ليست بالغريبة علينا مطلقا، لكن الغريب هو أن ترى مجموعة كبيرة من الأشجار يصل عددها إلى بضعة آلاف، محاطة بالكامل ببيوت العنكبوت. وقد حدثت تلك الظاهرة في عام 2010 بإقليم السند بباكستان، حيث وقع فيضان هائل غمر أجزاء كبيرة من المنطقة، مما اضطر ملايين العناكب للهروب إلى أعلى الأشجار ونصب شباكها على كل شبر منها، مكونة ذلك المنظر الغريب الذي يشبه بيوت الأشباح. ولكن رب ضارة نافعة، حيث قامت بيوت العناكب بحماية الأهالي من خطر انتشار الملاريا بعد أن وقع في شباكها البعوض الذي انتشر بسبب ركود المياه بعد الفيضان. والأغرب هو أن تلك الظاهرة لم تحدث في أي منطقة أخرى في العالم. التلألؤ البيولوجي ظاهرة طبيعية غريبة، ولكنها تعتبر الأكثر جمالاً والأكثر إثارة، وهي ظاهرة التلألؤ البيولوجي، والتي تحدث على شواطئ جزيرة فادهو في المالديف، حيث تتوهج المياه وتشع بإضاءة طبيعية زرقاء تضفي سحراً وغموضاً على المكان. ويحدث ذلك التوهج نتيجة تكاثر وجود أعشاب بحرية وعوالق نباتية وبعض أنواع البكتيريا التي يتفاعل تركيبها البيولوجي ويطلق وهجاً في الليل. ويعرف شاطئ تلك الجزيرة بشاطئ النجوم، حيث يظهر البحر هناك كالمرآة التي تعكس نجوم السماء. عين الصحراء. في شمال موريتانيا وعلى بعد 40 كيلومتر من مدينة وادان توجد عين الصحراء، وهي عبارة عن حفرة كبيرة يبلغ قطرها نحو 35 كيلومترا. هذا المعلم الجيولوجي الفريد يشبه العين البشرية، فعمق المعلم يشبه حدقة العين، والتكوينات الصخرية المحيطة به تشكل ما يشبه بطانة العين والجفن. وهناك جدل علمي حول أسباب تشكل تلك التكوينات الصخرية، فبعض العلماء يعتقدون أن تلك الحفرة قد تكونت نتيجة سقوط نيزك ضرب المنطقة منذ زمن بعيد، وآخرون يعتقدون أنه بركان قديم خامد فحسب. وآخر الدراسات التي أجريت حول المنطقة والتي اعتمدت على دراسة الصخور تشير إلى أنه ليس هناك ما يؤكد اصطدام جسم غير أرضي بالمنطقة، وأن تغير شكل الصخور ناتج عن صهارة بركانية عظيمة قبل 90 مليون عام. والأغرب هو أن الرمال المحيطة بالعين تتغير ألوانها بطريقة مذهلة، مما يضفي غموضاً أكثر حول المكان. وقد أرجع العلماء أسباب تلك الظاهرة إلى التغيرات المناخية. الحمم الزرقاء. في إندونيسيا يوجد الكثير من الكنوز الطبيعية والمناظر الخلابة، على سبيل المثال بركان كاوا إيجين الإندونيسي الواقع في منطقة جافا الشرقية. وقد أثر ذلك المنظر الكثير من المستكشفين وجذب العديد من المصورين العالميين، وأغراهم بالتقاط الصور للبركان. وهو في الواقع عمل صعب جدا، حيث يضطر المصور إلى ارتداء قناع الغاز والتخلص من ملابسه بعد جلسة التصوير. ويعتقد أن سبب زرقة تلك الحمم يعود إلى وجود بحيرة من الكبريت في البركان. وعلى الرغم من خطورة المكان، إلا أن السكان المحليين يقومون باستخلاص الكبريت من البركان بدون أي وسيلة حماية، وهذا في الواقع أمر شديد الخطورة،
فالمكان كله ممتلئ بالغازات السامة والكبريت. ويعتقد بعض العلماء أن السبب الحقيقي لزرقة الحمم هو الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تصاعد الغازات المنبعثة من البركان مع وجود الكبريت، فيحدث تفاعل يولد شحنة كهربائية تطفي اللون الأزرق على الحمم. شلالات الدم في قارة أنتاركتيكا القارة المتجمدة، تحديداً في وديان ماكموردو الأكثر برودة وجفافاً على وجه الأرض، تحدث ظاهرة عجيبة تعتبر من الظواهر الخارقة للطبيعة، وهي ظاهرة شلالات الدم. واعتقد العلماء أن سبب تلون تلك الشلالات باللون الأحمر هو وجود العديد من الكائنات الدقيقة والطحالب حمراء اللون. وحديثاً تم اكتشاف وجود مياه مالحة تحت وديان ماكموردو، وأثبتت الدراسات فيما بعد أن ذلك اللون الأحمر سببه وجود كميات كبيرة من مادة أكسيد الحديد في المياه، وليست الطحالب كما كان يعتقد في السابق. السحب العدسية السحب العدسية هي سحب غريبة التكوين تتخذ الشكل العدسي، وهي ظاهرة غامضة تحدث بين الحين والآخر كلما هبت رياح قوية عبر التضاريس الوعرة كالجبال، حيث أن الرياح القوية تتدفق عبر المناطق التي تحيط بها قمم الجبال، مما يؤدي إلى تكون موجات في الغلاف الجوي بحسب اتجاه الرياح من كل من القمة مع رطوبة الجو التي تحتوي على ما يكفي من المستويات المتوسطة والعليا، مكونة غيوما عدسية الشكل حيث تبلغ الموجة ذروتها، مما يشير إلى وجود تيارين بين السحب. الأمطار الدامية في عام 2001 سقطت أمطار غزيرة حمراء اللون على ولاية كيرالا جنوب الهند، وتركت أثاراً على الملابس وكأنها قطرات من الدماء. ويعتقد الباحثون أن اللون الأحمر الذي تميزت به تلك الأمطار ربما يكون بسبب رمال الصحراء العربية، أو بسبب تداخلها مع انفجار نيزك، وربما بسبب الطحالب. وكانت أغرب التفسيرات للأمر دراسة قام بها باحثان هنديان من جامعة المهاتما غاندي، مفادها أن تلك هي جزيئات ملونة من خارج الأرض، وقالوا أن تلك الجزيئات تتكون من الكربون بنسبة 50% والأكسجين بنسبة 45%، بالإضافة إلى بعض العناصر الخفيفة. شكراً على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.